صباح الجمعة وجمال الجمعة ولمة العيلة والدفى في أيام البرد. صباح الجمال يا أهل مصر الطيبين، لأن الكلام عن أضرار السمنة كتير والأسئلة محيرانا. كان لازم يكون معانا دكاترة وخبراء يجاوبونا على الأسئلة دي ويعني يرضوا جزء كبير من حيرتنا. عشان كده معانا النهاردة الدكتورة إسراء فؤاد، دي بي تي جامعة القاهرة، بكالوريوس علاج طبيعي. ازيك يا دكتورة؟ منورانا. اهلا وسهلا يا استاذة دينا. اهلا. قبل ما نتكلم في اي حاجة، الدكتورة كان عندها اصرار انها تطلع في اللايف بالكمامة، واحنا طبعا عشان التصوير اضطرينا ان احنا نقنعها انها تنزلنا. الصراحة انتوا عملتوا حاجة ما حدش اجبرني عليها ابدا، بس عشان اللايف انت عارفة ان احنا داخلين على موجة تانية وكده، والجو مكيف والاستوديو وربنا يسترها يعني. تمام. فكنت حابه اطلع يعني بالكمام، بس خير، اتمنى تكون كده الرساله وصلت. تمام. طيب يا دكتوره، عايزه حضرتك تكلميني على اضرار السمنه بشكل عام على العظم وبشكل خاص على العمود الفقري. تمام. لا، هي من ناحيه اضرار السمنه على العظم كتير، لدرجه ان هما دلوقتي بقوا يصنفوا السمنه درجات. في دلوقتي مصطلح بقى طالع اسمه السمنه العظميه من كتر ضررها على العظم. يعني ان لو هنتكلم على العمود الفقري بشكل خاص، السمنه حاجتين، يا سمنه عامه يا سمنه موضعيه، وبكل الاحوال بتاثر على العمود الفقري. لو سمنه عامه فبتاثر على العمود الفقري كله، لان زي ما انت عارفه ان هو الباك بون او هو الاساس اللي بيتحمل عليه وزن الجسم كله. أكيد. فاي كيلو زياده او اي زياده في الوزن عموما لازم تتعب العمود الفقري. تمام. زائد ان العمود الفقري بيتكون من فقرات، بينها حاجه بسيطه جدا ربنا خالقها متحكمه في سيستم الجسم كله، اسمها الحبل الشوكي. تمام. وبين الفقرات ديت في غضروف، او هي الماده المسؤوله عن الليونه بتاعه الحرق. فانت كل ما بتزودي في الوزن كل ما بتزودي الضغط على الفقرات، فالفقرات تضغط على الغضروف، فالغضروف يضغط على الحبل الشوكي، فانت تتعبي. زائد خلينا نكون صراحه، كلنا بلا استثناء نسبة الرياضة عندنا مش قد كده بسبب ضغوطات الحياة. أكيد طبعا. فكلنا عندنا ويكنس في المصل أو ضعف في العضلات، وده في حد ذاته بيسبب ألم، فما بالك بقى إن إحنا في الوضع الطبيعي إحنا عندنا ألم، فأنت تيجي تزودي لي حمل على عمود فقري وعضلات ضعيفة، لا طبعا بيزود الألم بشكل كبير جدا. طب تمام. لو السمنة بقى موضوعية زي مثلا إيه، البلي أبدومن أو الكرش بالمصطلح العام، في حاجه اسمها لاين اوف جرافيتي. لاين اوف جرافيتي ده اللي هو خط الجاذبيه بتاع الجسم كله. أكيد. احنا عارفين ان الجاذبيه دايما بتميل للجزء الكبير او الجزء التقيل. فانت دلوقتي خلاص مفيش بالانس، هو انت دلوقتي جزء البطن هو اللي مليان عندك، فخلاص الجاذبيه مالت لقدام. طيب العمود الفقري هيعمل ايه؟ لازم الجسم ذكي جدا، ذكي قوي كمان، فبيتاقلم على حسب الوضع اللي انت حطيتيه فيه. خلاص انت ميلتيني بالجاذبيه قدام، انا هعمل ايه؟ اكيد هميل معاكي، فهيبدا يحصل زياده في الكيرف، حاجه اسمها لامبر لوردوزيس، ان الكيرف بدل ما يبقى كده والعمود الفقري خلاص الكيرف بتاعه مظبوط وفي بالانس، لا، الكيرف بتاع اللامبر او الفقرات القطنيه بالذات يميل قوي قدام. تقوس. اخر تلاقي الستات وهي حوامل دايما ماسكه الجزئيه دي. تمام. ليه؟ لانها يعني مايله قوي لقدام، خايفه لا تقع، فبتحاول تتقل لورا عشان تعمل بالانس بس شويه. ففعلا لا، بيتعب جامد، وبيبقى في لوك كبير، وطبعا لو دخلنا في مشاكل الديسك مش هنخلص منها. وفي ناس بتتعرض لعمليات وعمليات غضروف وعمليات بين الحياه والموت بسبب السمنه، مع ان الحل بسيط جدا جدا جدا، ان هي لو قللت الوزن هتقلل اصلا الحمل على الغضروف وتقلل على الحمل على العظم. فانا شايفه ان لا، مشاكل السمنه على العمود الفقري لا كبيره قوي. طيب من ناحيه العظم بقى عموما، ده انا اتكلمت عن العمود الفقري في الاول لانه هو الاساس بتاع الجسم كله، وطالما الاساس اتضرب فالباقي كله مضروب. اكيد. طيب، وربنا خلقنا ايه؟ سيستم واحد، جهاز واحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء. طيب انت دلوقتي اتكلمت عن العمود الفقري وباظ منه، ما بالك بقى عن المفاصل الضعيفه. يعني انت جيتي على اهم حاجه واتضربت، فهنبدا بقى نمسك الاجزاء الضعيفه زي مفصل الركبه. مفصل الركبه ده يعني ما بالك، انا بيجي لي كميه الناس في العياده سن كبير، مش هقول لك بنات جايه بتدور على الجمال وتدور على الجسم الرشيد وتدور على الشكل الحلو قوي، الا يعني اقول لك نسبه الناس الكبيره اكتر من. طب ليه يا حاجه؟ انا عندي خشونه.
وخشونه من الدرجه الثانيه، وخشونه من الدرجه الثالثه، وخشونه من الدرجه الرابعه، وخشونه مفاصل اللي هي خلاص استبدال مفصل، وانا مش هدخل عمليه استبدال مفصل. ده سنهم كبير. سنهم كبير وسنهم معدي ال 40. طب ما انت كان ممكن تلحقيها في الاول. عماله تسيبي وزنك يزيد ليه؟ كل ما الوزن يزيد كل ما بتحصل حاجه اسمها خشونه مفاصل، وخصوصا انا بتكلم على خشونه الركبه. ربنا خلق الركبه عظمتين بينهم سائل. طيب ايه الخشونه ديت؟ انت عماله تتكي من فوق بسبب الحمل. ازاي الحمل ازاي؟ فانت العظمه اللي فوق عماله تضغط على اللي تحت، فالسائل اللي بينهم عمال يطلع من كل الجوانب. هيجي وقت ويخلص خلاص. طيب ما فيش ليونه بين بين العظمتين وبعضها، ايه اللي هيحصل؟ هتحصل خشونه، تحصل خشونه وهيحصل احتكاك، ومع الوقت للتاني احتكاك العظمتين ببعضهم يحصل تاكل. طيب ايه الحل في كده؟ هل في غضروف اقدر ادخله جراحيا؟ لا صعب، لازم الوزن هيبقى استبدال مفصل بقى ساعتها. استبدال مفصل، وده ال 60 او 70% من الشعب المصري بيرفض. انا مش هدخل استبدال مفصل. طب ليه يا حاجه؟ انا دلوقتي ماشيه على رجلي ومش ضامنه بعد كده ان انا اقدر اتحكم في شهيتي واقلل وزني عشان المفصل الجديد اللي اتركب. يعني متخيله حتى السمنه بتاثر بعد العمليه؟ بعد ما عملت لك العمليه ونجحتي انت خايفه برضو من وزنك الزايد، فخلاص بقى بتيجي بتفكر في السمنه مؤخرا. تمام. مع ان كان قدامها الحل من الاول. انا كنت سمعت معلومه ان كل كيلو زياده بيبقى 4 كيلو على الركبه. دي حقيقه. دي حقيقه، كل كيلو زياده بيبقى 4 كيلو على الركبه، وكل 4 كيلو زياده بيبقى كيلو على العمود الفقري. طبعا ايه طبعا بقى طبعا لربنا خالق الاولويات. انا بدات كلامي وقلت العمود الفقري هو الاساس، فكل 4 كيلو زياده بمثابه كيلو زياده على العمود الفقري. طيب نزلنا بقى المفصل الفخذ، نزلنا المفصل الركبه، كلها اولويات. كل ما الوزن بيزيد قوي من فوق كل ما الكيلوهات بتزيد. تمام تمام. يعني نقدر نقول ان السمنه فعلا ليها علاقه بالخشونه. ده هي اساس الخشونه، هي الاساس. دلوقتي ما فيش دكتور جراحه عظم او دكتور عظام تروحي له ويقول لك ادويه بس. ده هو قبل ما بيبدا معاكي كلام يقول لك يا حاجه اطلعي على الميزان وممكن مش حاجه، يعني عشان ما تخليناش نعمم ان هو دايما في السن الكبير. الخشونه دلوقتي في شباب بتعاني منها، في شباب بتعاني منها بسبب زياده الوزن. اطلع عن الميزان، لا انت وزنك اوفر، انت قبل اي علاج روح خسس وزنك. اكيد. طب عشان نخس بقى وعشان نعلي معدل الحرق، حضرتك ايه رايك في القهوه الخضراء؟ وممكن تساعدنا بالشكل يعني كبير فعلا ان احنا نعلي الحرق ونخس؟ طبعا القهوه الخضراء من الحاجات الكويسه جدا، اولا لكذا سبب، لكذا سبب. هي تعتبر ايه؟ هي القهوه الخضراء هي نفسها القهوه البن، بس هي البن قبل ما يتحمص. طيب انت قبل ما تحمصي البني يعني كل الفوائد اللي في القهوه موجوده، وخصوصا حاجه حابه اذكرها بالاسم، مش عارفه الناس هتفهم معناها العلمي ولا لا، حمض الكلوروجينيك. ده من اعظم الاحماض اللي موجوده اللي ربنا خلقها في اي عشب. الحمض ده بيحتوي على كميه فيتامينز مش طبيعيه، A و C و E، بجانب ان هو بيحتوي على مضادات اكسده. مضادات الاكسده دي كل الدكاتره بلا استثناء عارفين ان هي يعني من اهم الحاجات المهاجمه للخلايا السرطانيه، ومن اهم الحاجات اللي كويسه جدا 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 للبشره، وبتحفظ الجسم من الشيخوخه المبكره. دي حقيقه، حقيقه جدا. مضادات الاكسده بتحفظ الجسم من الشيخوخه، وبتحفظ للبنت نضارتها، وبتحفظ للستات الدجاعيد بتاعتها، يعني فيها كميه فوائد مش طبيعيه. طيب القهوه الخضراء فيها حمض الكلوروجين. طيب حمض الكلوروجينيك ده بصفه عامه كده بيعمل ايه؟ ده بيوطي معدل السكر في الجسم بالنسبه للناس اللي عندها سكر، بيظبط معدل الضغط. وخلينا نتكلم في حته معدل الضغط، لاني شفت ترند على الفيس ان القهوه الخضراء بتوطي الضغط تماما. لا انا عايزه اوضح حاجه، القهوه الخضراء بتوطي الضغط للناس اللي عندهم استرس للضغط، يعني مش مريض الضغط مزمن. يعني حضرتك دلوقتي طالعه في برنامج وحاسه ان انت في ستريس وجيتي قبل البرنامج ضغطك عالي طبيعي. انت لو شربتي كوب قهوه خضراء عشان حمض الكلوروجينك اللي موجود فيه ضغطك هيوطى او مش هيوطى، هيتظبط. انما ما تجيش انت واحده ضغطك يكاد يوصل لل 190 وال 200 وال 240 وتقولي لي انا همشي على القهوه الخضراء وانا كده اتظبطت الضغط بتاعي. لا، هي ممكن تكون عامل مساعد معايا لكن مش هي الاساس.
مش هي الاساس بس طبعا احنا ما ننكرش العوامل المساعده اكيد معانا تمام. انما بقى من ناحيه التخسيس لا فوائد كتير. طب ممكن حضرتك تكلمينا كده على الفوائد بتاعتها؟ طيب تمام. احنا قلنا ان هي فيها الحمض الكلوروجينك، الحمض الكلوروجينك ده بيقلل امتصاص السكريات في الجسم، بيقلل وطبعا النشويات بشكل عام، بيقلل امتصاص الدهون، بيحسس بالشبع. ودي كلنا اللي بلا استثناء يعني دكاتره او مرضى او ناس عاديه خالص محتاجينها، ان احنا نحس بالشبع. الحمض ده فيه ميزه حلوه جدا ان هو بيحسسك بالشبع، بيساعد على الاحساس ده. بيساعد على الاحساس ده. الله ينور عليه. زائد ان هي تعد مشروب تمام، واي مشروب بيدخل المعده بيعمل ايه؟ فولينج، بيملاها. فانت خدتي حاجتين كويسين جدا، انت مدخله ميه كانك في رمضان وصايمه وشربتي ميه الاول وهتموتي من جوه. طب تعالي قبليني لو كلتي مش هتعرفي تاكلي، مالت بطن، مالت بطن. طب بقى ما بالك مشروب ومليان فيتامينز دخلت جسمك ساعدتك ان انت تحس بالشبع، مليان اللي هي الاحماض الكلوروجينيكيه دخلت جسمك اصلا هي بتعمل على سد الشهيه وبتعمل على تكميم المعده بشكل كويس. حاجه مقلله مستوى السكر في الجسم، والسكر طبعا كل ما عالي كل ما الاحساس بالجوع زاد، كل ما سكر بيعلى كل ما الجوع بيزيد. بيزيد معاكي. الجسم محتاج يهايبر عشان يحرق السكر ده. طيب انا هجيب منين؟ طب فين الباور اللي عندي؟ انا اديني باور من بره عشان احرق لك. فانت متخيله مشروب فيه كميه الفوائد دي؟ طبعا. طبعا بايد القهوه الخضراء جدا جدا في التخسيس. بتايديها جدا؟ بايدها جدا كعامل مساعد، كعامل طبعاً. مساعد. بالنسبه للناس اللي هي عندها ضغط عالي قوي، ممكن تشرب القهوه الخضراء بعد الاكل، ما انصحهمش قبل الاكل. تمام. ليه؟ لان القهوه الخضراء فيها كافيين. القهوه الخضراء فيها كافيين. احنا اتفقنا من الاول، اول المعلومه ان هي زيها زي القهوه البني. أيوة. مفيش اختلاف غير ان دي اكثر فايده. اكثر فايده. طب خاصة انها منتج طبيعي، يعني منتج طبيعي، مفيش اي حاجه صناعيه خالص. طبعا دي يعني حاجه مميزه جدا في القهوه الخضراء. دي حاجه مميزه عشان كده بتخليها من وسائل اللي هي فيها امان شديد جدا للجسم. انا من اشد الناس اللي بتايدها، يعني انا عايزه اقول لك انا عندي في العياده كتير بكتب اعشاب، ومن اشد الناس اللي بتايد القهوه الخضراء في فوائدها، وطبعا لما تكون من مصدر مضمون. يعني معلش في كتير جدا تقليد، في كتير جدا عارفه اللي هو الصناعات اللي تحت السلم اللي بيقولوا لك عليها. الشعب محتاج توعيه كبيره، محتاج يعرف ايه المنتج الاوريجينال. دي حقيقه. محتاج يعرف ايه المنتج الاوريجينال، ايه المنتج العادي. انت ممكن تجيب تتحكي يعني سوري على واحده ست كبيره وتقول لها يا حاجه هي دي القهوه الخضراء اللي الدكتوره عماله تتكلم عليها، خديها دي ب 3 جنيه او خدي لك مش عارفه كام جرام ب 4 جنيه. طيب هي هتاخدها، طب ما ده منتج مش اصلي، دي حاجه اصلا الله اعلم ممكن يكون فيها نسبه قهوه خضراء، بس انت كده دخلتي عشب اصلا مش معروف مصدره ايه. ممكن تهيج القولون بشكل مش طبيعي. انت ليه بتضريها؟ فانا دايما حتى في العياده يا جماعه اشتروا الحاجه مضمونه. لما باجي اتكلم على القهوه الخضراء بالذات عشان هي معموله عليها بروباجندا كبيره جدا 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 على الفيس، المرضى بتدخل تسالني بالاسم. يا دكتوره انا عايزه القهوه الخضراء، انا هشتري القهوه الخضراء من العطار، انا هجيب القهوه الخضراء. طيب انت عارفه مصدرها؟ انت هتجيبيها من مصدر موثوق؟ طب لو جبتيها هتوريها لي؟ طب هي يا دكتوره ليها فوائد؟ ليها فوائد. طب ولو جبتها اي حاجه وخلاص مش هتساعدني؟ لا مش هتساعدك. لو جبتها اي حاجه وخلاص انت بتهيجي لي القولون، بتتعبي لي المعده على الفاضي، مشروب مش صحي ومش امان وبتتعبي لي المعده على الفاضي. فانا دايما لا بنصح اللي هي القهوه الخضراء المصدر الموثوق منه. تمام. طب حضرتك تنصحينا مثلا تشرب الصبح على الريق؟ تمام. بعد الظهر؟ طيب بالنسبه للناس اللي لسه في بدايه ان هي خلاص اوريدي دخلت في الرجيم ووزن زايد ولسه في بدايتها، انا انصحها طبعا ان هي تستخدم القهوه الخضراء قبل كل وجبه بنص ساعه. قبل كل وجبه؟ قبل كل وجبه. تقريبا 3 مرات في اليوم؟ 3 مرات في اليوم. زي ما احنا قلنا ايه، ان هي مشروب هيعمل فولينج، هيعمل امتلاء للمعده. طيب انا هشربه قبل كل وجبه، اجي اكل الوجبه خلاص الكميه قلت شويه، الكميه قلت شويه. طيب انا مشيت بقى في الرجيم وفي الدايت واوريدي حصل ادابتيشن من الجسم ان انا خلاص معدتي صغرت. احنا في رمضان بنيجي على اخر رمضان، لا هنقضيها بقى حاجات خفيفه. اصل احنا عرفنا ان احنا اول مثلا 10 ايام احنا مش بناكل، فباقي ال 20 يوم خلاص وجبات صغيره.
ليه؟ لان المعده المخ سيستمها انت ما بتاكليش، فما تضحكيش على نفسك. طيب احنا عملنا اول مثلا اسبوعين ثلاثة أربعة بثلاث كوبايات مثلا قهوه في اليوم. أوه. طيب انت دخلتي في الرجيم وخسيتي كميه كويسه، ابدا اقل اخليهم اتنين. طب انا خسيت قوي والدنيا مظبوطه عندي بقى وخلاص بقيت باور وعندي باور عالي جدا وبقيت اكتب، خلاص هي كوبايه واحده في اليوم. وعلى فكره القهوه الخضراء من الحاجات اللي تعد زي الادمان من كتر حلاوتها، والاستمرار عليها مش مشكله يعني. لا عادي، احنا لسه اتكلمنا في الاول ان هي فيها مضادات اكسده، فالاستمرار عليها ده احنا في عز يعني الوقت اللي محتاجين ان احنا نستمر عليه. احنا لسه بنتكلم ان الخلايا السرطانية او السرطان ربنا يحفظنا او الكانسر بصفة عامة ازداد بشكل مش طبيعي. فاحنا لجأنا بقى يعني ايه بعد ربنا للطبيعة شوية، للحاجات بقى اللي ايه اللي ربنا خلقها لنا ممكن تكون مصدر. هو العلم لسه في تطور، بس العلم عجز برضو في بعض الكانسرز ان هو يتعالج. أيوة. فاحنا نلجأ للطبيعة. فانا يعني لا، انا من واحدة من الناس كوباية قهوة خضراء في اليوم ما فيش منها اي ضرر، حتى لو مش بعمل رجيم اشربها، حتى لو مش بعمل رجيم. اصل معلش انت هتشربي لي القهوه الخضراء ولا هتشربي لي كوبايه نسكافيه ولا هتشربي لي كوبايه قهوه عاديه ولا هتشربي لي كوبايه بيبسي؟ طب ايه انهي الاصلع؟ لا، انا الجا للحاجه الاصلع وكطعم كويسه جدا ومقبوله جدا ومستصاغه جدا من الكبير والصغير. يعني حاجه دكتوره تنصحي كل مرضى السمنه وحتى لو مش مريض سمنه ان هو تكون القهوه الخضراء دي في حياته، القهوه الخضراء في حياته، وانها من اكتر الوسائل الامنه للتخسيس وزياده معدل الحرق. دي حقيقه، بس برضو برجع واقول الناس اللي عندها ضغط عالي زياده عن اللزوم، القهوه الخضراء فيها نسبه كافيين زيها زي الشاي والقهوه والنسكافيه. اي مريض ضغط بيروح يتمنع عند الدكتور من لستة محترمة كده، انت ممنوع عنك الموالح، وقبل الموالح ممنوع عنك الكافيين. اكيد طبعا. فانا بقول ان هو بيبقى كوباية واحدة انا مش بمنعه منها، عشان طبعا الفوائد التانية الكتير اللي فيها مش بمنعه منها، بس بقوله خدها بعد الاكل. خدها بعد الاكل او بعد ما تكون خدت برشامة الضغط بتاعتك وظبطت دنيتك. تمام دكتوره، انا بشكرك جدا بجد على المعلومات المفيده دي بجد. الكلام معاكي يعني شيق جدا. ربنا يكرمك. شكرا جدا لحضرتك. ربنا يكرمك. اوكي دكتوره، انا استناكي اكيد في حلقات تانية ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. فاصل وراجعين، يا ريت تستنونا. رعايتك. وزي ما اتكلمنا على الصحه واثار السمنه عليها من الناحيه الطبيه، لازم نتكلم عليها من الناحيه الرياضيه. وكمني كنت كابتن قديمه يعني وبحب الرياضه جدا، فالرياضه لازم تكون اول حاجه في حياتنا. وعشان نتكلم عنها وعن الرياضه بشكل مفيد كان لازم يكون معانا النهارده كابتن علاء مظلوم. كابتن علاء اول جمهوريه لمده 10 سنين في كونغ فو وكيك بوكسنج. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا كابتن دينا. ممكن يا كابتن تعرفنا بنفسك اكتر؟ انا كابتن علاء مظلوم، كنت لاعب كونغ فو، لعبت كونغ فو من وانا عندي 8 سنوات، الحمد لله رب العالمين نجحت في الكونغ فو. قعدت 10 سنين اول جمهوريه في لعبه الكونغ فو. وانا في الكونغ فو دخلت لعبه الكيك بوكسنج، الحمد لله برضك تفوقت في الكيك بوكسنج، دخلت منتخب مصر كونغ فو، دخلت منتخب مصر كيك بوكس، سافرت وحققت بطولات عالميه لمصر في الكونغ فو في لعبه الكيك بوكسنج. الحمد لله من اهم البطولات اللي انا فعلا حققتها في حياتي كلها وحققتها لمصر البطوله العربيه، كانت مقامه بالاردن في عمان، اخذت اول عرب فيها. تمام. والبطوله الافريقيه الحمد لله رب العالمين دي كانت المقامه في المغرب باغادير، حصلت على اول افريقيا فيها لمصر واخدت فيها احسن لاعب، كان فيها 104 لاعب الحمد لله، فكان ربنا يعني كان ربنا جعلني سبب الحمد لله اخدت فيها احسن لاعب في البطوله دي. تمام. دول اهم بطولتين عندي بصراحه، طبعا بلس بقى البطولات الجمهوريه اللي عندي الحمد لله. طب يا كابتن انا لمحت في يعني في الشهاده ان وزن 70 كيلو صح؟ تمام. طب حضرتك لو عندك بطوله ولقيت ان وزنك اللي داخل فيه البطوله اعلى من الوزن ده، هو ده الطبيعي. ده الطبيعي لاي رياضي بيلعب رياضه في مصر في اي لعبه فرديه او اي لعبه سيلف ديفنس. بمعنى انا عندي في الكونغ فو او في الكيك بوكسنج في 11 ميزان، 11 ميزان دول كل وزن انا وزني الطبيعي 72 73 كيلو، كنت بلعب من 65، فعشان اوصل للوزن ال 65 كيلو انا عندي 7 كيلو اوفر، كنت محتاج ان انا اخسس، فكان في طرق كتيره بخسس بيها انا او التيم اللي معايا كله. ممكن اشرحها لحضرتك الطرق دي؟ أكيد طبعا. الطرق دي طبعا كانت تنظيم اكل كويس قوي قوي قوي، برنامج معين بعمله لنفسي قبل البطوله ب 10 ايام عشان اوصل للوزن بتاعي بدون ما يحصل لي اي اضرار صحيه. فكنا الحمد لله يعني كنا شطار في ده قوي. طب يا كابتن القهوه الخضراء ليها دور اساسي معاك؟ طبعا طبعا طبعا.
مهمة جدا، وكنت بستخدمها وبنصح كل التيم اللي عندي دلوقتي. أنا كوتش دلوقتي، مدرب في الجيش، مدرب في الأكاديمي، بنصح كل التيم اللي عندي، الأولاد، السيدات اللي بدربهم كيك بوكسنج. حضرتك كنت في جيم وعندك خلفية، أكيد بنصحهم فعلا بإن إحنا نستخدم القهوة قبل التدريب بنص ساعة على الأقل، أو نستخدم القهوة. أنا كنت بستخدم القهوة قبل المباراة بنص ساعة. أنا عندي مباراة سواء بره مصر أو داخل مصر، كنت لازم استخدم قهوة قبلها بنص ساعة، لأن بتظبط معايا في التركيز بتاعي، بتعلي نسبة التركيز بتاعتي قوي، تخليني أبقى نازل في المباراة في باور، مركز قوي وعندي باور. أيوة. فايق. فطبعا يعني بدل القهوة العادية بتستخدم قهوة خضراء، مهمة جدا. حتى لحد الوقت، لحد وقتنا هذا، أنا طبعا دلوقتي بطلت إن أنا ألعب أو أدرب كتير، بقيت مدرب، بقيتش ألعب كتير بطولات، مركز في التدريب دلوقتي. فبقيت مستخدم القهوة الخضراء أكتر من الأول. بمعنى عشان وزني ما يزيدش، لان بالتالي انا خلصنا بقيتش اتدرب كتير، كنت أكيد. الاول بتدرب كل يوم. ايوه. فدلوقتي بقيت اتدرب مرتين او ثلاثة في اليوم، برضك ما بقاش زي الاول. فلازم استخدم القهوة بصفة مستمرة. طب الكابتن علاء مظلوم بيشرب القهوة الخضراء كم مرة في اليوم؟ بشربها بالظبط 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 مرتين، مرة بعد الفطار ومرة قبل الغداء. واي حد مثلا حيك تنصحه برضو بالمرتين؟ طبعا انا بقول لكل الناس اللي عندي، بقول لكل التيم اللي عندي لازم نعمل ده كويس ولازم نشرب ده كويس، لان دي طريقه من طرق التغذيه. انا لما بشرب القهوه الخضراء بالذات قبل الغداء بالذات بتخليني، بتديني نوع من الشبع، نوع من الشبع، اكل واحس ان انا شبعت وانا ما اكلتش كتير، فدي بالتالي بتقلل معايا في الوزن بتاعي. لان طبعا حضرتك عارفه ان السمنه دي مشكله لاي حد. مشكله لاي حد. فأي حد بس اي حد مش هيلعب رياضه وعنده سمنه الدنيا هتبقى فيها مشاكل كتير بالنسبه له صحيه. فبالتالي لازم يستخدم برنامج تغذيه معين، لازم يدخل حاجه زي القهوه الخضراء معاه بس بطريقه معينه. طب لو قلنا القهوه الخضراء ودايت ورياضه، هيبقى كام في الميه كام في الميه عشان نوصل للوزن اللي احنا عايزينه؟ القهوه الخضراء لو انا هستخدمها، بس برضك طريقه استخدام عشان نوضح للجمهور طريقه استخدام القهوه الخضراء، هي مش محدد مين يشرب قهوه خضراء ومين ما يشربش قهوه خضراء، بس يفضل اعمار السنيه يكون بعد سن 18، بعد سن 18 سنه. طب لو طفل عندي، لو ابن حضرتك عايز يشرب قهوه خضراء، يعني مش دلوقتي، اوكي ممكن يمارس مع طبيب تغذيه، ممكن يمارس رياضه معينه، ممكن الكوتش بتاعه يديله برنامج معين في اكل معين يشتغل عليه. لكن بعد 18 سنه لا، لازم يشرب قهوه خضراء. يعني النسب قد ايه؟ قهوه خضراء 2 فنجان في اليوم، 2 فنجان في اليوم بعد الفطار قبل الغداء. ونظام صحي ونظام رياضه، لازم ياخد نظام صحي سواء مع الطبيب بتاعه او مع الكوتش بتاعه. طب دكتور هيكلمني على ماشي كابتن، هيكلمني عن السمنه للرياضيين، اثارها السيء ايه؟ يعني ايه الاثار السيئه للرياضي لما يلاقي وزنه كمان زاد؟ اي مشكله عند الشعب المصري كله، احنا 90% او 80% من الشعب المصري اللي مش بيلعب رياضه او بيمارس اي شيء عنده سمنه رياضيه. طب اللي كان بيلعب رياضه، حضرتك كنت في جيم، كان بيلعب رياضه وبطل يلعب رياضه، بالتالي الوزن بتاعه، العضله بتاعته بتزيد، فهو لازم على طول يتجه لاما للرياضه لاما لبرنامج غذائي يشتغل عليه. من ضمن البرنامج الغذائي اللي بيشتغل عليه لازم يستخدم القهوه الخضراء، مهم جدا، لازم يستخدم القهوه الخضراء. بتديني نوع اصلا، انا ما بستخدم القهوه الخضراء دلوقتي، انا دلوقتي مش بلعب كتير، مش بلعب بطولات، بقيت مركز في التدريب، فبتديني نوع من الشبع شويه، انا ما بستخدمها ما بجوعش كتير، فبالتالي وزني بيبقى كويس. طب لو انا ما استخدمتش قهوه خضراء، ما استخدمتش برنامج غذائي، جسمي هيزيد وهيبقى شكلي مش كويس. وما ينفعش طبعا ان الكوتش يبقى شكله العام، ما ينفعش. اكيد. وعشان العب رياضه محتاجه دايما حاجه تعلي معدل الحرق معايا. طبعا طبعا. يعني ممكن العب رياضه ما اخدش القهوه الخضراء بس برضو ما اخدش النتيجه اللي انا عايزاها في الحرق. صح صح صح. حضرتك شايف القهوه الخضراء يعني من الوسائل الامنه للتخسيس ليه؟ يعني بنسبه قد ايه؟ هي ما فيش فيها اضرار ولا حاجه، هي بس انا استخدمها بطريقه معينه بنسبه على الاقل 70%. انا لو استخدمت القهوه الخضراء زي ما انا بقول لحضرتك، لو انا استخدمت بعد الفطار، استخدمت قبل الغداء بنص ساعه، انا مش هيحصل لي اي اضرار بفضل الله. طب العكس، انا كنت بركز ان انا قبل المباراه بتاعتي بنص ساعه لازم اخد قهوه، لازم اخد قهوه عشان تديني باور، تديني نسبه تركيزي تبقى عاليه وانا في المباراه. لكن لو انا ما اخدتش قهوه خضراء بحس ان انا شربتش قهوه بالذات قبل المباراه وقبل التدريب، بحس ان انا مش مركز، في كسل، في كسل فعلا. وكان بيحصل معانا كتير في البطولات، احنا في البطولات بتاعتنا لما باجي العب ما بلعبش المباراه، انا لما باجي العب بيبقى نظام البطوله بوله، حضرتك طبعا كوتش وعارف، ممكن العب دور 64 او دور 32، فعشان العب في بوله معينه بلعب لي 5 مباريات او 6 مباريات عشان اجيب مركز اول. فلازم تكون فايق وعندك باور. وفي اوقات كتيره قوي بتبقى البوله، ممكن انا عندي مثلا مباراه الساعه 10 بالليل. وانا من الصبح، من الساعه 10 الصبح مثلا في الاستاد او في الصاله اللي هنلعب فيها، فهفضل قاعد الفتره دي كلها ازاي؟
على الاقل خالص قبل ما انزل المباراه لازم اخدها. لازم القهوه الخضراء هتساعدك تكمل اليوم وتديك الطاقه، تديني طاقه وتديني وتخلي نسبه التركيز عاليه. انا طول اليوم مستني لسه ما جاش المباراه بتاعتي، قاعد 10 ساعات قاعد 8 ساعات لسه ما جاش دوري في المباراه. فلازم على الاقل اخد قهوه. هي ممكن تتفوق. ممكن تساعدنا في نزول الوزن؟ اه طبعا. كم كيلو في الشهر مثلا؟ كام؟ اصل الناس بتقول لك انا عايزه دواء. هقول لحضرتك اخسس كام كيلو. هقول لحضرتك عشان دي امانه، احنا مش 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 هنغش الناس ولا هنغش الجمهور. هي بتختلف من شخص لشخص. يعني في شخص هو عنده سرعات الحراريه بتاعته عاليه قوي، وفي حد عنده سرعات الحراريه بتاعته بتيجي ببطء شويه، يعني مش عاليه، فده مش هقدر اقول لا. ممكن اقول لا 4 كيلو في الشهر. ممكن اقول لحضرتك انت ممكن تجيب 6 كيلو في الشهر. انا ممكن لا، لان طبيعه الجسم ممكن تكون مش بتزيد بسرعه. فهي بتختلف من شخص لشخص. هو كورس الديسكافيه اللي بيلتزم بيه بيخسس من 8 ل 12 كيلو في الشهر. تمام. هيك ايه رايك؟ ممتاز. وطبعا اكيد لازم يكون مع رياضه. ممتاز. طب ما اخدش القهوه وابقى قاعده في السرير مستنيه النتيجه. بص لو قلنا قهوه بس لا. لو قلت رياضه بس برضك لا. هما الاثنين بيكملوا بعض. قهوه، رياضه، تغذيه معينه، ده مهم جدا. ثلاث حاجات. قهوه الخضراء، التغذيه بتاعتي لازم تكون لا اما عن طريق دكتور كويس، لا اما عن طريق الكوتش بتاعي، وده مهم قوي. ده اساس. طب هي في النقطه هنا في يعني سؤال مهم. انا لو عايزه اخس اروح عند يعني اروح للدكتور ولا اروح الجيم اشوف كابتن امشي معايا واديني القهوه الخضراء واديني الدايت؟ السؤال ده كويس قوي يا فندم. انا عندي فريق الكيك بوكسنج سيدات 90% منهم كلهم بيروح عند دكتور معين، بيعملوا دايت معين، بيستخدموا قهوه، بيستخدموا اكل معين، والحمد لله فعلا نزلوا. بس بدون رياضه مش هتكمل. لا هم عندي اساس رياضه. احنا معاك يا كوتش، احنا بنروح للدكتور تغذيه، بس احنا اساس معاك في الرياضه. يعني لازم الكابتن بيكملوا مع بعض. مكمل يا فندم، مكمل غذائي لازم. والقهوه الخضراء الدكتور والكابتن برضو بيدوها اساس. انا قبل التدريب بقول لهم انت شربت قهوه؟ يعني قبل التدريب بتاعي في الكيك بوكسنج اكد عليهم حد شرب قهوه؟ لا لسه. طب اطلع اشرب قهوه. وبيجي لي حد في اوقات في التدريب بحس ان هو عنده خمول كده، اقول لا اتفضل اشرب قهوه. طب لو عايزين نوجه نصيحه لكل ام عندها اطفال يعني عشان تحميهم من مرض السمنه. رياضة 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 مهمة جدا جدا جدا، زائد ان لازم يكون مع دكتور تغذية او مع الكوتش بتاعه. لو الكوتش شاطر شوية لازم يكون مع الكوتش بتاعه عشان يعمل له رمي غذائي معين. افضل رياضة ايه بقى؟ مش عايز اقول افضل رياضة عشان انا 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 انا, أنا هقول افضل رياضة عندي كونغ فو، كيك بوكسنج، اللعبة القوية واللعبة سيلف ديفنس. بس طبعا انا مش عايز اتكلم عن نفسي، انا بتكلم بشكل عام. كل الرياضات كويسة جدا، وكل الرياضات ناجحة، بمعنى ان اللاعب او ابن حضرتك هو بيحب ايه. مش عايز العب، يعني انا بيجي لي ولد هو مش حابب يلعب كيك بوكس مثلا، او مش حابب يلعب كاراتيه، لا بقعد معاه بتكلم معاه، بحاول اقرب للولد. كوتش قبل ما يبقى مدرب لازم يكون مربي للولد. بمعنى يعني انا لو انا مدرب ومدرب كويس كنت لاعب دولي، بس انا لما كنتش مربي لابن حضرتك وللولد اللي هيلعب صاحبه مش 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 هيدي. أيوة. فانا بحاول اول حاجه بقعد مع الولد زي تيست، اتكلم معاه بشوفه كان بيلعب بيمارس رياضه ايه، طب هو بيحب ايه، بجرب معاه الاول واشوفه. والله هو حب واقتنع معايا، طب هو بجرب معاه مره واثنين، هو زي ما هو مش حابب مش عايز يكمل، نغير الرياضه، بضطر ان انا بامين انا بفضل الله بروح لولي الامر اقول له يا فندم لا ابن حضرتك بيحب كذا خليك معاه. لان هو لو ولي الامر لو سمع كلام ابنه وبقى مع ابنه في اللي هو بيحبه وادام في الصح كده ابنه هينجح صح، وهيلاقي نتيجة اللي هو عايزها في ايه؟ هيلاقي نتيجة. لكن بيجي له اوقات كتير هو مش عايز يلعب رياضة، مش عايز يلعب مثلا ومصر الاب ان هو يلعب رياضة زي. والاب لا، بقعد اتكلم والله مع ولي الامور، لازم ده مهم جدا. ولازم اصاحب الولد اللي عندي واصاحب الناس اللي عندي، لو ما صاحبتش الولد اللي عندي هو مش هيديني. طب كابتن سؤال بقى مني انا يعني شخصي كوتش زي يعني انا مثلا ما كنت بلعب رياضة وكده، احيانا الواحد بيجي له رغم ان الرياضة بتعلي طبعا معدل السعادة طبعا، بس احيانا الواحد بيزهق من الروتين. ان انا كل يوم انزل اروح الجيم وكل يوم لازم العب تمارين معينه. وطبعا برضو كنت بشرب القهوه الخضراء ساعدتني جدا طبعا ان انا انزل جداً الوزن جداً صراحه يعني. بس هيك تنصحنا بايه عشان الملل ده نتغلب عليه؟ ده بيحصل عندي مع كل الناس بصراحه، سواء اعمار صغيره سواء اولاد سواء سيدات. انا بعمل حاجه كويسه قوي، بقوم قايل له خد راحه، خد بريك يوم او يومين، افصل خالص، مش عايزك تجي لي انا التدريب يوم او يومين، استريح كده وتعالى تاني. بس ده وارد. هو الولد كل يوم، الولد في دراسه الصبح، عنده واجبات، عنده تدريب، عايز ينام عشان يصحى الصبح، فلازم ده يحصل بالذات في وقت الدراسه. فلازم الولد يفصل، لازم اقول له خلاص اقعد يومين. زي ما انا كنت في المنتخب كنا بنبقى معسكرين في المركز الام، عندنا بطولات دوليه بره، كنا بناخد المعسكر بقى طبعا بنقعد بالشهر والشهرين قبل البطوله الدوليه. فكنا لازم نيجي يوم الخميس ويك اند، لازم اروح البيت اخد يوم الجمعه ده قافل على نفسي كده، مفيش تليفونات، مفيش اي حد، استجمام عشان
اقدر ابدا من جديد. عشان لان انا عندي وزن، عندي حاجات كتيره. فده كان لازم. طب في رمضان القهوه الخضراء كانت نظامها في الشرب تشربها في رمضان؟ كنت بعد الفطار وممكن قبل السحور او بعد السحور. وعادي بتنام عادي بعدها؟ عادي والله زي الفل. بالنسبه للرياضي بالذات. طيب في حد جه مثلا طلب منك نصيحه معينه مثلا في الجيم كانت غريبه بالنسبه لك، يقول لك مثلا تمرين معين يعني يخسسني بسرعه او يعني؟ ده وارد، بيجي لنا حاجات كده غريبه بنسمعها. ده وارد صح. انا بيجي لي حد يقول لي انا صاحبي خس مش عارف 10 كيلو انا عايز ابقى زيه. هو فكر الناس مش واحد. هو كل واحد بيبص للتاني انا عايز ابقى زي ده، مش معنى ده لا. هو سبحان الله في برنامج التغذيه بالذات بيختلف من شخص لشخص. حتى لو انا رحت وحضرتك رحنا لدكتور تغذيه، مش البرنامج اللي انا هاخده هو انت هتاخديه، هي بتختلف من شخص لشخص بس. طب كابتن علاء ممكن تحكي لي كده يومك؟ تصحى الساعه كام؟ تشرب القهوه امتى؟ بتفطر الساعه كام؟ يوم صحي كده. يوم صحي انا الحمد لله رب العالمين. برضك بص حضرتك سالتني السؤال ده، انا اشتغلت في شركه بترول جماعه عنا البترول عن طريق الحمد لله الرياضه، لان كنت لاعب منتخب مصر، كان فضل من ربنا طبعا ليا. بصحى من النوم بروح شغل دلوقتي. طبعا الاول كنا واخدين تفرغات رياضيه عشان احنا رياضيين. ساعه الثوره بقى كله نزل شغل، بقيت اصحى من النوم بروح اشتغل في الشركه. بطلع الساعه 2 وربع، بروح بيتي باخد الشاور بتاعي. طبعا انا بفطر في المكتب، بفطر في المكتب الساعه 8:30 9 اشرب قهوتي. القهوه الاول اشرب قهوتي بس بعد الفطار. بعد الفطار انا بشرب القهوه قبل الغداء. تمام. لكن الفطار الاول بعد كده القهوه. الفطار الاول بعد كده القهوه بشرب قهوتي. بعد كده بروح بيتي باخد الشاور بتاعي، رايح 2 3 ساعات، وبعد كده بطلع على الاكاديميه عندي تدريباتي بقى حياتي كلها. لان انا بحب شغل التدريبات. تقريبا يومك كله بيبقى بره؟ يومه كله يعني شغل رياضه، والرياضه يمكن اكتر لاني الرياضه انا بحبها، هي حياتي اصلا. حضرتك بتتكلم عنها بحب. بصي حياتي انا بصراحه، انا اديت الرياضه والرياضه ادتني. انا يعني ما فيش تاثير، الحمد لله ربنا كرمني بصراحه بالرياضه. الحمد لله بقى عندي بيت وعندي حياه وعندي ابني اول افريقيا. ما شاء الله. سافرت بيه المغرب الحمد لله السنه اللي فاتت وحصل على افريقيا. ما شاء الله ما شاء الله. عندي طبعا ابطال جمهوريه كتير، وعندي صف كبير الحمد لله. ده حك عن حب شديد جدا. الحمد لله والله، الحمد لله حب الناس في الواحد ده كويس، وانا امين الحمد لله في شغلي. طب لو عايزه حضرتك نصيحه للمشاهدين، نصيحه يعني تفيدنا فعلا وتفيد كل الناس اللي بتعاني من السمنه، بتبتدي تاخد خطوه، نشجعهم ياخدوا خطوه. ده مهم جدا صح، لان دي مشكله. يعملوا ايه؟ دي مشكله عند كل الناس. وهو مهم جدا ان هو هيعمل حاجه كويسه جدا، لازم يظبط مع دكتور كويس، لازم يلعب رياضه. لو مش واخد برنامج تغذيه من دكتور لازم يروح للكوتش كده، وبيجي لي ده يكلم الكوتش يقول لي انا عايز انزل اعمل ايه. انا بصراحه بشرح له انت اديني وزنك ايه دلوقتي، والشهر الجاي يبقى وزنك ايه باذن الله. ببقى صريح مع الناس، وفعلا ده بيتم بالفعل. ولازم بدخله فعلا القهوه الخضراء. القهوه الخضراء دي مفيده جدا جدا، اول حاجه بتخش جدا جدا جدا. انا على طول كل تدريبه باجي للفريق الكيك بوكس عندي او فريق الكونغ فو، سيدات اتفضلوا اشربوا قهوه قبل التدريب نص ساعه. هو لو جاي بدري اقول له خدت قهوه؟ خدت. لا لسه ما خدتش. اقول له طب الحق خد قهوه عشان تعرف تبقى رايق كده معايا النهارده والدنيا حلوه معايا، وتركز. تزايد ان هي اصلا بتديني نوع من الشبع، ان انا مش بجوع خالص. يعني باكل بس باكل مش باكل كميات قليله، فبتساعدني على فقدان الوزن. هي مهمه جدا فعلا. تمام. انا كابتن كنت عايز اعرف رايك عن المنتج نسكافيه. والله المنتج نسكافيه جميل جدا وكويس، مش عشان احنا موجودين، انا بستخدمه بالفعل. وهو بيساعدني في الشق بتاعي، في الشق الرياضي بتاعي، فانا لازم ابقى معاه. يعني حضرتك بتستعمله بقالك قد ايه، وجاب معاك نتيجه ازاي، ونصحت بيه الناس وجاب معاهم نتائج؟ انا استخدمته عن طريق، بصراحه ما كنتش اعرف، استخدمته عن طريق اصحابي. لقيت كل اصحابي وكل التيم اللي معايا في المنتخب بيستخدم نسكافيه، بقيت معاه، لقيته كويس جدا، لقيت الوزن بتاعي مظبوط، لقيت نفسي ما فيش نسبه ان انا بحب الاكل. يعني انا بحب اكل عشان انا رياضي وبعمل مجهود. وفي المنتخب كنا بنتدرب بالخمس ست ساعات في اليوم برنامج معين، فكنا بناكل كتير، فكنت لازم عشان برضك اضيع الموضوع الوزن ده مع التدريب، كنت لازم استخدم اول خطوه بتاعتي. لازم طبعا يا فندم. طب تقدر تعرف كده هو ساعدك تنزل مثلا لو كان في وزن عندك زياده شويه، ساعدك تنزل قد ايه؟ انا كنت بنزل 7 كيلو على طول، 7 7 ونص في كل بطوله. حلو جدا على فكره. 7 7 ونص، وكنا كمان فوائد بنجيبها في خلال 7 ايام او 10 ايام، مش اجي قبلها بشهر وشهرين مع التدريب. تمام.
شكرا جدا يا كابتن، بجد انا استمتعت جدا بالحوار معاك. انا اكتر والله، بجد حوار مفيد جدا جدا. انا اكتر والله. لطلب المنتج بتاعنا نسكافيه الارقام على الشاشه، حقيقي بجد منتج فعلا فعلا ممتاز بشهاده الدكاتره والكباتن كمان. شكرا جدا ليكم، وصباحكم جميل، وصباح جمعه ولمه العيله والدفى. شكرا.